رحلة سياحية تتحول لمأساة، فاجعة تضرب بيت نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، وتشغل الرأي العام المغربي بعد غرق لاعبين في أحد شواطئ شمال المغرب. إليكم التفاصيل. زوال السبت الماضي قرر 5 لاعبين من فريق اتحاد طنجة لكرة القدم الخروج في نزهة بحرية على متن يخت بشاطئ ريستينكا بالمضيق شمال المغرب بعد انتهاء الموسم الكروي. توجه الشباب إلى عمق البحر مبتعدين عن الميناء وعن الشاطئ بأميال كثيرة، وما إن قفزوا جميعا في المياه للسباحة حتى تحولت رحلتهم إلى جحيم. الرياح والأمواج أبعدت عنهم القارب لمسافة طويلة فعجزوا عن اللحاق به. البحرية والملكية ومعها عناصر الوقاية المدنية تمكنوا من إنقاذ 3 لاعبين من موت محقق، وهم أسامة أفلاح وسليمان الدهدوه وعبد الحميد المعلي وفق وسائل إعلام محلية، في حين لا يزال لاعبان في عداد المفقودين بعمق مياه البحر، ويتعلق الأمر بكل من سلمان الحراق وعبد اللطيف أخريف. بعد مرور أكثر من 24 ساعة عن فقدانهما، حدود العثور عليهما تتضاءل، لكن عمليات البحث لا تزال مستمرة في شواطئ تطوان والفنيدق ومارتيل والمضيق لتحديد مكانهما، في حين يسود ترقب في صفوف العائلات وجماهير النادي ومعهم كل المغاربة، أملا في حدوث معجزة.